مرحبا بكل متابعين قناة جوك تي في. نزلت نور ستارز فيديو على يوتيوب فجأت من خلال المتابعين باتخاذها لقرار العيش بنيويورك وتركها بشكل رسمي لدبي وعائلتها لتعيش لحالها هناك، وأنهت الفيديو بالبكاء بسبب خوفها بالدخول في حالة اكتئاب وأنها خايفة على أمها من المرض وأشياء أخرى كثيرة. أما السيلاوي ففاجأ الجميع بتصريحاته من خلال آخر لايف له على انستغرام، فصرح عدة تصريحات وتهديدات بالحكي لأشخاص من دون ذكر الأسماء، ولكن ربط البعض هذا الكلام بقمر الطائي واعتبروها هي المقصودة بكلامه نظرا للخلاف اللي بينهم هالأيام. فشو رأيكم أنتو؟ شاركونا رأيكم تحت بخانة التعليقات. والله يا جماعة والله مفروض صغيرة مستشفى على اللايف، بس أنا هاي الفترة تعرضت لخيبات أمل كفيلة إنها تهد جبل، والله العظيم سواء من شباب ولا من بنات ولا من أي شيء. فخلص يعني بدي أحاول. أنا عارف يا جماعة والله أنا منيح يا إخوان، أنا منيح، ما أحكيش عن حالي بيرفكت، لكن أنا منيح مع الناس. ليه بتعمل معهم مع بعض؟ ولو بحكي يعني بخسرهم، يعني لو بدي اضر حدا لا سمح الله طبعا بقدر اطلع احكي وازتها، يلا خلاص خلي الناس تعرف مين انت وشو انت، بس والله ضرري فما بدي احكي. أما لنا محمد، ومن بعد غيابها من على السوشيال ميديا شاركت ستوري ردت من خلاله عن تساؤلات الجمهور عن سبب غيابها لساعات لتكشف أنها كانت مشغولة بالدراسة. اوكي جايز، قبل ما اكمل دراسة حابة اخبركم عن شغلة بسيطة، واللي هي انه بكرة رح ينزل فيديو يوتيوب بكرة رح ينزل فيديو يوتيوب مع حدا صورنا، مع حدا يعني قليلا نصور معه يمكن طلع مع قناة مرة، فانه كونوا جاهزين فيديو كتير حلو فيه كتير تحذير وهيك يعني وصراخ كالعادة يعني. فانه بكرة على الساعة 8 المساء بتوقيت الامارات، 7 بتوقيت السعودية بكون الفيديو نازل. هاي اسم قناتي.